غدا الخميس المباراة المرتقبة، مباراة القمة المصرية في كرة السلة على لقب كأس السوبر المصري بين الاتحاد السكندري والأهلي، واحدة من المباريات المهمة في كرة السلة المصرية. الأهلي والاتحاد أكيد، ودايما المباراة بيكون ليها طابع خاص، واللي بيزود من أهمية المباراة إن طبعا الاتحاد الموسم الماضي حصد لقب بالدوري والكأس والسوبر طبعا، والأهلي كان الوصيف. بعد كده دلوقتي بقى في مباراة السوبر المصري، وهيكون السوبر المصري البحرين، يعني مباراة من أجل تأكيد التفوق لسيد البلد للاتحاد السكندري، أو مباراة للعودة واستعادة الثقة للقلعة الحمراء والنادي الأهلي. المباراة تقام الساعة 6 مساء على صالة مدينة خليفة بالبحرين في مواجهات كأس السوبر المصري البحرين، واللي طبعا هتبدأ بمباراة الأهلي والاتحاد في 6 مساء، ثم يوم الجمعة مباراة المنامة البحريني والأهلي البحريني في 7 مساء على كأس السوبر البحريني. يعني الأول هيتعمل كأس السوبر المصري، بعد كده يوم الجمعة كأس السوبر البحريني، وهيكون المباراة النهائية هتكون بقى على كأس السوبر المصري البحريني، يكون يوم السبت القادم في تمام الساعة 6:30، وهيسبقها طبعا مباراة المركز الثالث والرابع، وطبعا المباراة هيتم إذاعتها ونقلها إن شاء الله عبر قنوات أون تايم سبورتس اللي حصلت على حقوق إذاعة قمة السلة بين الاتحاد السكندري والأهلي. والمباراة كمان ليها جماهيرية كبيرة زي ما حضراتكم عارفين والجمهورين اللي سامعيني، ومباراة على بطولة مهمة وهي السوبر المصري لكرة السلة، والمؤهلة طبعا للسوبر المصري البحريني للفائز من المباراة. دايما قناة أون تايم سبورتس معاكم في قلب الحدث، موجودة مع حضراتكم لنقل كل الأحداث الرياضية وكل البطولات على المستوى المحلي والعربي والعالمي والأفريقي كمان. طيب، البطولة قوية، والفكرة بصراحة احنا أشادنا بيها، وبتنظيم السوبر المصري البحريني لتجديد، يعني السوبر المصري ممكن تعمله هنا يبقى الاتحاد والأهلي، ولكن عمل سوبر مصر بحريني ممكن الفكرة بعد كده تتطور لعمل سوبر عربي، سوبر مصر بحريني سعودي، سوبر مصر بحريني، يعني يبقى في تطور بعد كده. وكل لما التطور ده بيحصل كل ما بيكون في مصلحة كرة السلة المصرية. من وجهة نظر البطولة هتكون قوية وهتاخد جماهيرية كبيرة بالتأكيد، زي ما حتى شفنا في السنوات اللي فاتت، شفنا جماهيرية كرة السلة بتزداد يوم عن يوم وبتزداد إثارة وتشويق يوم عن يوم. دوري حتى الدوري المصري أصبح واحد، يعني زي ما بنتكلم دايما بنقول الدوري المصري كرة السلة هو أقوى الدوريات في الألعاب الجماعية في مصر، لتنوع المنافس، تنوع المنافسة، تنوع الأندية المنافسة، بعيدا عن بعض الدوريات في الألعاب الجماعية اللي بتقتصر على الناديين فقط. طيب، نرجع للبطولة. اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت عن تعيين طاقم حكام بحريني لإدارة مباراة السوبر المصري. طاقم الحكام اللي هيدير المباراة مكون من محمد السلم وعادل غلوم وبدر فرج. طبعا قرار جيد، وأكيد اللجنة المنظمة للبطولة بتقول طبعا إن طاقم البحريني يدير السوبر المصري، وطاقم مصر هيدير السوبر البحريني.